good morning. Welcome to Starbucks. Hello, good morning. Welcome to Starbucks. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاربوكس، أنا مقاطع ستاربوكس، لكن نبي نوريكم أجمل ستاربوكس في الكرة الأرضية. عندهم في أوروبا كلها وفي أمريكا، لكن هو أجمل مبنى من كلامهم هم اللي يخدموا في ستاربوكس. أول شيء خلينا نتفق أن الشعب الإيطالي من أكثر الشعوب اللي هي ذويقة للقهوة، وهم أصحاب الإكسبريسو، وفي نفس الوقت من أكثر الناس اللي تعرف تحضر قهوة. فأي حد بيجي لإيطاليا بيش يبيع قهوة عنده هلبة تحديات. أول تحدي اللي هو كيف تستقطب الناس إنهم يجوا يذوقوا ولا يجربوا المنتج متاعك. فهنا ستاربوكس كانوا أذكياء واخدوا واحد من المباني القديمة متاعت ميلانو القديمة، مش بعيد عن المحطة الرئيسية أو الساحة الرئيسية، كان مبنى بريد وهو اللي فتحوا فيه القهوة. وباش يجيبوا الجمالية متاعت القصر في نفس الوقت ويوروا انهم هم تجار قهوة، داروا مطحنة متاعت القهوة في نص القصر، وهنا يمكن تشم رائحة القهوة وفي نفس الوقت وانت تشرب القهوة. وباش يستقطبوا حتى السواح اللي هم جايين على خاطر القهوة وعلى خاطر البيتزا والأكلات الإيطالية، فهنا داروا واحد من أمهر الشيفات الإيطالية اللي هو يقال إن اسمه برينشي حزازيكي، هو اللي قاعد يطيب لهم في الأكل الإيطالي في ستاربوكس. يعني كل شيء داروه تمام التمام. أنا هنا ما نديرش في دعاية لستاربوكس، أنا نتكلم على الذكاء التجاري. وللمقاطعة ما خدينا شيء وما نبي ناخد شيء. الله ينصر فلسطين وأهل فلسطين. ميلانو إيطاليا.